تفضل. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. محمود المليجي. الله يرحمه، ماله؟ لا يا دكتور، انا محمود المليجي. لا مؤاخذة، وايه اللي معاك ده؟ كل من ده اكوا تارك. ايه اكوا تارك ده؟ ده فلتر يا دكتور. يبقى انت جاي الشغل اللي جنبنا. لا يا دكتور، انا جاي لحضرتك. جاي تبع لي فلتر؟ لا، ده انا جاي لحضرتك عشان تكتبه. يا ابني يا دكتور كلام مسالك، مال انا بالمسائل دي؟ انا هشرح لحضرتك. اتفضل. حضرتك دكتور ايه؟ كلى. والكلى اكتر حاجه بتحتاجها ايه؟ الميه. والميه لازم تبقى ايه؟ نقيه. وعشان الميه تبقى نقيه محتاجين ايه؟ فلتر. ولو قلنا فلتر يبقى اكوا تارك. تسالني ليه؟ ليه؟ علشان فلتر اكوا تارك فلتر تركي اصلي، كل حاجه فيه واخده حقها. الكربون المستخدم فيه اكتف كربون، وده اجود انواع الكربون في العالم. مش بس كده، الشمع بتاعه كومباكت، يعني مفيش بكتيريا تتراكم مع الوقت ولا بيحتاج تكاليف في الصيانه. وكمان الشمع بتاعه بيعيش اكتر من الشمع العادي من مره ونص لمرتين، وتقريبا بنفس السعر. ده غير ان فيه مانع تسريب، يعني تسيبه في اي حته وتسافر وانت مطمن. اكوا تارك متوفر منه 5 و6 و7 مراحل باشكال واحجام مختلفه. اكوا تارك في حته ثانيه لوحده. بسيطة إن شاء الله. إيه ده يا دكتور؟ فلتر أكوا تارك؟ هفهمك، أنا دكتور إيه؟